تسجيلات الرمال خيارك الأمثل لتسجيل وتصوير مناسباتك باسمك يا أحمد الزين أو باسمك يا أحمد الزين من حي قدس العروبة والأصل كنعاني مساء الخير مرشوش بالعطر والبخور لأحلى شباب القدس يا إخواني هل انضرب فيكم المثل مل العصر والدهور وانتو يا حماة الوطن يا أسود الوطن يا ابن القدس والأصل كنعاني أما يا عم يا عم يا عم يا أبو إذن يا منصان بالفكرة وهديك طيب حناني المهند ومسيلمة يا أحلى الشبان وفيكم فاض شعري وحناني عيلة مهند وخي ومسيب يا أحلى يا شباب الوطن ببلداني أو عز النسب يا أبو حميد لقيتهم يا أحلى شباب يا 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 والي يا والي يا والي يا 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 انا انا فلسطيني وعدر بماضيه الان انا فلسطيني وعدر بماضي وقلنا في جولة التاريخ ماضيه الان يا فلسطيني وعدر بي يا والماضي ولو قلنا يا في جولة التاريخ ماضية والله يا ابن فلسطين لو قطعوني بسيف ما يعطي ترابك يا القدس أغلى من الذهب يا إيه يا إيه يا باه يا 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 إيه يا 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 بابا هل يا جدي يا جد العروس يعنا وخلناها يا هل يا جد العروس يعنا وخلنا هل وانتو بالأصل والكرم ما يوم تظهروا بخلنا ولا يا أبو محمد عز النساب ولا تبكى خلنا عزيز بالمقدرة والرتاية والله يا هالبايا يا 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 تقول انا جاي انا وخيكم وابن عمكم يا ولي انا جاي انا وخيكم وابن عمكم تعيش بنعم الله وابن عمكم
ولا احسبوني اخ الكم وابن عمكم، نسيت الرجوع من الغياب. هل قصدنا قصدنا عبد المعتصم هالليل قصدنا يا هيول ابو اياد وابو محمد حتى نهدي قصدنا، ولا على بيت ولا يا ابو سلامي يوم اللي قصدنا هاي لقينا القهوة مهيلي على ابواها يا والعريس الزين عريس الزين يا محلى بدلتو والعريس الزين يا محلى بدلتو بمال الكون ما ظني بدلتو والله يا ابو سلام يا العامل القهوة بدلتو يحيي الضيف على الاربع ابواها يا ويلي 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 هل جمالي هالليلة راح تغنى جمالي وبشوفتكم يا الربع شو تزود جمالي ولو عندك يا ابو سلامي رح نيخ هالجمالي وحملها شوك ومحب للطياها يا مروا معانا سوا يا ربعنا الخلان ورجال يوم الحما طلت نواحينا وحيينا شام القدس وجمعية الإيمان طبي مية الأصل والعز تعنينا يا بفرح يا قلبي أنا بلؤي العليان محمد النجشي أخي عطول سنينا حيي لعبد الجعبري وطلت معه الفرسان وعزمي صار اندح حلام بكل اهالينا الكم تحية وهنا من زين هالعرسان احمد عريس الهنا يا نور عينينا Thank you.
سوا يا الأربعة يا أحباب وكرمال أحمد معون نغني أغانينا نغني لأجل الوطن ونفتح اليوم الباب غني يا متل يتهلا وغني لمجاريح تتعود أرض القدس بالخير تروينا.